اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامجكم 90 دقيقه. كنت طبعا كل سنه وحركتم طيبين، كلها ايام قليله جدا وخلاص بدايه شهر رمضان الكريم، شهر الخير، شهر اعمال الخير. النهارده عايز اقول لكم العنوان بتاع الحلقه، النهارده هيكون الانسان المصري. طيب الانسان المصري، احنا بنفكر في الانسان المصري ازاي؟ حاجتين، وهما الحاجتين دول هيكونوا فقرتين مهمين جدا معانا. الفقره الاولى هنتكلم عن حقوق الإنسان، ويمكن كلمة حقوق الإنسان دايما لما بنقولها أو بنبتدي نفتح هذا الملف على طول تلاقي ناس تقولك ده دي ناس على طول بتشتم في البلد وناس مش عارف. كلمة حقوق الإنسان خرجت من مضمونها الحقيقي. الحقيقي إيه؟ إن احنا نرصد طريقة حياة المواطن المصري، إن احنا نفكر إزاي المواطن المصري يقدر يعيش بطريقة أحسن وطريقة أفضل. دي حقوق الإنسان. طيب في مؤتمر اتعمل النهاردة عن الحق في الصحة، وده من ضمن حقوق الإنسان على فكرة، انك انت من حقك انك انت تعيش حياة سليمة، يبقى عندك صحة كويسة. شايفين احنا الدولة دلوقتي عاملة مبادرة 100 مليون صحة، وبنشوف حتى الإعلانات، يمكن الإعلان اللي بينزل اليومين دول شددني انا شخصيا قوي. ليه؟ لانه بيبتدي من البداية، يعني من الأم وهي بتغذي ابنها غلط، فالابن ده بيكبر فبيتعود على نظام غذائي معين فبيفضل ماسك فيه، يفضل يكبر لحد ما يوصل عنده 36 سنة زي ما كان كده موجود في الإعلان، ويجيله والعياذ بالله كده، ربنا يبعد عنا وعنكم أجمعين كده يا رب، مشكلة في القلب أو يبقى عنده مشكلة صحية كبيرة لازم تقعده. فاهتمام الدولة دلوقتي، ابتدينا نفوق، الدولة ابتدت تشوف المواطن المصري، كانتش بتشوفه الأول. ابتدينا نفكر إزاي نحسن صحة المواطنين المصريين. طيب كان في النهاردة هذا المؤتمر هو الحق في الصحة، هيكون معانا الدكتور صلاح سلام وهو أمين عام المؤتمر، وهنتكلم عن ليه فكرنا في ده إزاي، ويعني إيه أصلاً صحة، والقانون راح فين بتاع التأمين الصحي الشامل اللي موجود في مصر، هنتكلم في الحاجات دي كلها. طيب الحاجة التانية، هل الدولة بس هي اللي دورها ان هي تشوف المواطن المصري، ولا كمان المجتمع المدني ليه دور كبير؟ المجتمع المدني ليه دور كبير جدا في ان هو يشوف المواطن المصري طبعا. عشان كده النهاردة معانا ثلاثة من أكبر المؤسسات العاملة في المجال الخيري في مصر. مؤسسة مصر الخير، طبعا عارفين كلنا قد إيه هي مؤسسة محترمة وكسبت مصداقية كبيرة جدا عند كل المصريين. بيت الزكاة، مؤسسة من المؤسسات اللي يعني مهما حاولنا نقول والطريقة اللي هم بيشتغلوا بيها برضو على الأرض طريقة محترمة جدا. والأرمان، الأرمان بتاريخها وبكل الإمكانيات اللي موجودة عندها، النهاردة هيكونوا ثلاثة موجودين معنا، هنتعرف منهم على إيه اللي بيعملوه في رمضان، شكل أعمال الخير عامل إزاي، إيه اللي هم محتاجينه، نساهم إزاي، نقدر نساعدهم إزاي. كل الكلام ده النهاردة إن شاء الله هيكون معنا في فقرتين. بس خلونا في البداية ابتدي معاكم بمجموعه كده من الاخبار. الخبر الاول هنتكلم عن مجموعه من الشباب، مجموعه من الشباب بتحب البلد قوي، اسسوا مع بعض مؤسسه اسمها المؤسسه الوطنيه للتغيير. دي على فكره هيبتدي اول ظهور ليها يوم السبت اللي جاي. طيب انا معايا على التليفون الاستاذ ابراهيم ناجي الشهابي، مدير مركز الجيل للدراسات الاستراتيجيه والسياسيه. استاذ ابراهيم الاول مساء الخير. مساء النور يا دكتور، وخالص التحية لحضرتك والبرنامج المتميز دوما. ده شكرا، متميز بيكم وبالمجهود اللي انتم بتعملوه. ايه الهدف من وراء وجود المؤسسة الوطنية للتغيير؟ يعني هو بالتأكيد المؤسسة الوطنية للتغيير بتستهدف بالأساس استعادة الدور الحقيقي والفاعل لمنظمات المجتمع المدني. تمام. دور منظمات المجتمع المدني اللي هو الطبيعي جدا اللي بيكون داخل المجتمع، بيعبر عن أولويات المجتمع، بيعبر عن اهتمامات مواطنيه، ومش مرتبط شوية بنمط من منظمات المجتمع المدني اللي كانت إلى حد كبير ما بتعبرش عن مصالح المصريين أو عن أفكارهم الاجتماعية، عاداتهم وتقاليدهم. هذه المنظمات اللي كانت في الواقع بتيجي في الغالب بتؤسس بأفكار قادمة من الخارج، وكانت طوال الوقت بتحاول تخلط الأولويات، وتحولت مع الوقت من منظمات هدفها
رفع كفاءه المجتمع، خدمه افراده، التعبير عن مصالحه، التعبير عن احتياجاته وتلبيتها في بعض الاحيان، الى منظمات بتشتغل بنموذج معين. هذا النموذج بتحاول تفرضه على المجتمعات، وفي حاله عدم قابليه، يعني حضرتك بتتكلم ان في اجنده اخرى بتحرك مثل هذه الحركات على الارض. انا عايز اسالك سؤال يخص الاسم، يعني المؤسسه الوطنيه للتغيير. الاسم ده لوحده على طول يعني يحط في الاذهان الحركه الوطنيه للتغيير، ليه الاسم قريب قوي كده؟ لا اطلاقا، احنا هنا بنتكلم على انه فحوى الاسم نفسه، انه مصر حاليا فعليا بتشهد عمليه تغيير وعملية تأسيس اقتصادي واجتماعي وسياسي بشكل عام. واحنا هنا بطبيعة الأمور أو بطبيعة أي خطة أو طموح لمجتمع بندفع دائما إلى حالة التغيير المثالي الطبيعي اللي بيناسب هذه المجتمعات ويبني ويؤسس من واقعها وبينقلها لمجتمع في المستقبل قوي ونامي، نموذج فيه حقوق وحريات وعدل حقيقي. وبالتالي التغيير هنا هو احنا هدفنا الرئيسي، انه بنرى بوضوح شديد ان مصر بتشهد تغيير فعلي وحقيقي، مش نمط التغيير اللي كانت بتحاول تروجه المنظمات الخارجية واللي كانت بتمتلك اجندات بيضغط فيها التمويل المالي على، وطبعا التمويل المالي اجنبي، واللي كان بيضغط على ظروف العاملين فيها، واللي بتتحول فيها هذه المنظمات الى ورقة من اوراق الضغط السياسي. هذه المنظمات اللي كانت بتتكلم على التغيير كانت دائما بتربطه ب عدم استقرار السلطه. طب هتتحركوا على الارض ازاي؟ احنا اول حاجه بدانا ب تحليل المشهد للتعديلات الدستوريه، التعديل الدستوري الاخير، تحليل المشهد، استخلاص التجارب الايجابيات والسلبيات، وتاسيس نموذج للتفكير المصري في تاسيس حاله الإيجابيات وتعظيمها، نقلل من السلبيات ونعمل منه مركز تفكير هدفه الرئيسي إنه يقوم بعملية توعية شاملة للمصريين. يعني يعتبر think tank زي ما بنقول أو كما يلقب، يعني أنتوا بتعملوا ده think tank. طيب الورق ده أو كل هذه الأبحاث أو النمط اللي حضرتك درسته أو أنتوا بتدرسوه بتسلموه لمين؟ والله إحنا بنطرحه على الرأي العام. في النهاية إحنا بنتعامل مع الرأي العام الممثل في العاملين في الجامعات الأهلية، في الأحزاب السياسية، في كل قوى المجتمع المدني، والهدف منه خلق حالة حوار. عايز أقول لحضرتك إحنا لسنوات طويلة جدا كنا بعيدين عن فكرة الثينك تانك أساسا، فكرة إن إحنا عندنا مركز تفكير مصري بأولويات مصرية بيطرح مشكلات المجتمع الحقيقية، بيشوف لها حلول، بيشوف الإيجابيات والسلبيات. وإحنا هنا يعني يوم السبت القادم إن شاء الله بعد التحليل للمشهد، بعد اعلان تحليلنا لمشهد التعديلات الدستوريه بايجابياته وسلبياته، هيخرج منها توصيات بتستهدف معالجه تعظيم الايجابيات، تقليل السلبيات، وانعكاس ده على المناخ السياسي. وهنحاول منه عبر اعلانه في الاعلام وعلى المجتمع، ونتمنى من ده ان ده ينشئ حاله حوار مجتمعي نوسعها ويكون فيها نقاش واسع بين الاحزاب وبين الجمعيات الأهلية والحقوقية، عشان الجميع يستفاد في الآخر من تجربة زي دي. أنا بشكرك جدا أستاذ إبراهيم ناجي الشهابي على هذه المداخلة، كلام محترم، فكرة كويسة جدا. نتمنى أن احنا نشوف الشباب دول قادرين يعملوا هذه المؤسسة الوطنية للتغيير، أن هم يبرزوا ما يحدث في مصر الآن بشكل محترم.